اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في الجزء الثاني من برنامج يا هلا، ونستكمل ايضا موضوعاتنا. احنا في مدينه الرياض يمكن في اسبوع الدراسه عشنا اجواء خياليه في مدينه الرياض، يمكن كانت جزء منها غبار في مختلف مناطق المملكه وحتى الامطار، لكن الامطار في المملكه العربيه السعوديه احنا ندعي في صلاه الاستسقاء ونتمنى فعلا انه يكون هناك امطار خير وعطاء على مختلف مناطق المملكه، الا انه مع كل رشه مطر تحصل هناك كوارث حقيقيه وبكل ما تعنيه الكلمه من معنى. في أقصى المنطقة الجنوبية في منطقة جازان تحديدا، حيث أنقذت فرق الدفاع المدني منطقة جازان 8 أطفال بواسطة القوارب المطاطية. كانت سيول وادي بلاج الجارفة واللي احتجزت أمس طبعا مجموعة من الشباب، حيث أوضح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني منطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أن محافظة ضمد ومراكز الشقيري تعرضت أمس لأمطار متوسطة إلى غزيرة أدت إلى زيادة منسوب المياه، بالإضافة إلى جريان بعض الشعاب التي التقت بوادي بلاج، الأمر الذي رفع مستوى منسوب السيل في الوادي وحدث ما لم يحمد عقباه. للحديث حول موضوع السيول وأيضا عواقب هذه السيول يسرنا يكون معنا عبر خدمة سكايب من جازان عبد المجيد العريني مراسل صحيفة الشرق. مساء الخير أخوي عبد المجيد. يا هلا مساء النور أستاذ محمد، أسير عليكم وعلى السادة المشاهدين. يعطيك العافية. والأجواء إن شاء الله جميلة جدا بإذن الله في منطقة جازان الحمد لله. بإذن الله إن شاء الله هالأجواء الجميلة يصحبها أيضا احتراز أمني كبير من قبل المواطنين وحتى المقيمين في مناطق الأمطار. ماذا حدث تحديدا وما هي آخر التطورات أخوي عبد المجيد في منطقة جازان؟ قبل قليل اتصلت على مدير الدفاع المدني اللي هو حسن الكفيلي، وابلغني على ان هذا الاسبوع الحمد لله لا توجد اي اصابات او وفيات في منطقه جيزان نتيجه السيول، ولكن كانت الاصابات والوفيات في الاسبوع الماضي من اثار الامطار والسيول. نعم. في الامس حصلت امطار برضو على محافظه الحره الخوبه، ما اصطحبتها زخات من البرد بعد انقطاع عن المحافظه برضو يمكن لاكثر من 4 أشهر ما جاء مطر. والمنطقة جازان في الفترة هذه تتمتع بأجواء جدا جميلة. نعم. الدفاع المدني ماخذ كل الاحترازات وأيضا يقوم بتمرير رسائل تحذيرية للمواطنين وحتى المنطقة. نعم، حتى المواطنين المقيمين يعني خاصة في هالمواسم موسم الأمطار. أخوي عبد المجيد، يعني صار في لت وعجن وحديث كثير عن موضوع الإصابات أو حتى الوفيات لا قدر الله، يعني أنت من أرض الحدث وأيضا تواصلك مع الجهات المعنية بهذا الأمر، هل هناك يعني إصابات حقيقية جرى هذه السيول؟ في الأسابيع هذه الحمد لله زي ما كلمتك الأسبوع ذا ما حصلت أي شيء. نعم. ما حصل أي شيء، لكن في الأسبوع الماضي حصلت إصابات وفيات. حصل وفيات في الداير، وجد 2 جرفتهم السيول. وبرضه في العارضة في جبل قيس 1. نعم. وبرضه في وادي الحياة التابع لمحافظة الريس. نعم. 2 برضه. نعم اخوي عبد المجيد، انا بسالك سريعا يعني انه الان احنا نعرف ان 8 أطفال احتجزتهم السيول وطبعا تم انقاذهم من خلال الدفاع المدني. في رسائل من الدفاع المدني بالتاكيد ورسائل توعيه، لكن مع ذلك نشوف في كثير يعني تواجد للاطفال للشباب حتى للتنزه في هذه، يعني ايش الاحترازات اللي قاموا فيها الجهات المعنيه حتى انه ما نسير في حرج مثل هذا والتصرفات طائشه من قبل الشباب؟ نعم، هذه حصلت لعائلة ما كان متوقعين في أمطار في ضمد بالذات في محافظة ضمد هذه نعم ما كانوا متوقعين السيول في الفترة هذه، فجاء السيول وحاصرتهم من فما قدروا يعبروا على الضفة الثانية. نعم، المهم أستاذ عبد المجيد يعني أنت تطمنا أن الأمور تسير بشكل جيد وما في أي إصابات والحمد لله، ونتمنى السلامة للجميع. الحمد لله رب العالمين، ما في أي مشاكل. الحمد لله. عبد المجيد العربي مراسل صحيفة الشرق كان معنا عبر خدمة سكايب من منطقة جازان، كل الشكر والتقدير. مشاهدين الكرام، فاصل قصير ثم نعود إلى حماسنا وموضوعنا وفقراتنا الرئيسية، كرما ابقوا معنا.